أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هذه عبارة جائزة، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع؟ من قال توحيد الرسول؟ قال إفراد الرسول بالاتباع، إفراد الرسول بالاتباع، فلا تتبع غير الرسول، تترك البدع والمحدثات، القدوة هو الرسول وحده وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ التوحيد هذه موهمة، أنه نوع من العبادة. تقول إفراد الرسول بالاتباع والاقتداء. نعم.